جمعية تنبض بدقات شبابية متجهة لجميع شرائح المجتمع وخاصة الشباب اليافعين لتوعيتهم ثقافيا وتربويا واجتماعيا. أريج ولذوي الاحتياجات الخاصة اهتمام خاص، فمن أهداف الجمعية دمج هؤلاء الأشخاص بالمجتمع وتنمية مواهبهم وجعلهم أكثر فعالية بمجتمعنا. لنتعرف أكثر على نشاطات الجمعية والمشاريع المستقبلية بصيرنا نرحب معنا بالأستاذ خالد اللحام المدير التنفيذي لجمعية شباب المستقبل والأستاذ محمد علي برنية مدرب تنمية بشرية في جمعية شباب المستقبل. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم على شاشة الإخبارية. أهلا وسهلا فيكم. يعني بالبداية أستاذ خالد خلينا نتعرف أكثر على جمعية شباب المستقبل. هلا جمعية شباب المستقبل أشهرت بالقرار 2069 تاريخ 2005. جمعيتنا طبعا كبن اسم عريض شباب المستقبل وكان مجلس إدارته وتأسسناه كمان من الشباب المثقفين الواعيين. حبينا نعمل شيء لهذا الوطن، يعني انه نلتفت للشباب كانوا هن بنات الاجيال وهن عصب الحياه وهن اساس كل شيء بالبلد بيكون. فانشانا جمعيه وبلشنا بمشاريعنا بخطوه خطوه. هلا بلشنا نحن بموضوع اول مشروع بنشتغله فيه بالجمعيه كان هو عباره عن مكافحه التسول في مدينه دمشق بال 2010 وكان كثير له صدى كبير ببلدنا. اشتغلنا فيه ما يقارب السنة، كان في كثير دعم من الجهات الرسمية من المحافظة الداخلية، فاشتغلنا كثير شغل حلو. يمكن بحاجة بهالوقت هالمشروع يرجع ينعاد بشكل. هلا في جمعيات قائمة هلا بهالموضوع. نحن بداية الأزمة اضطرينا نفسخ العقد، ما قدرنا نوصل لدار ابن رشد بالكسوة وكان في ثمرات جيدة على أرض الواقع. تصوري يعني هنيك بدار ابن رشد كنا قاعدين بتدريب، ناخذ متسول تدريب وتأهيل وفرص عمل بكل ما يلزم، ولكن بده الامر يحتاج الى دعم اكبر ووقت. فنحن وقت الازمه وقفنا وفسخنا العقد بيننا بين الوزاره، وان شاء الله الايام الجايه بنحاول نتعاون ان شاء الله. طيب استاذ محمد خلينا نحكي معك عن الدورات التدريبيه اللي قمتوا فيها للشباب والصبايا بالعطله الانتصافيه واهميه اقامه هي الدورات التدريبيه لا يمكن يصبح الشاب اليوم ضمن الظروف الصعبه اللي عم يعيشها معيل نفسه. هلا هو اهم شيء في الحياه هو صناعه الانسان، يعني أعظم من صناعة الطائرة وأعظم من فتح المصانع واختراع السيارات هو من يقود السيارة أو من يقود الطائرة أو من يقود المصنع. إذا صنع الإنسان أو تهيئ الإنسان. هلأ عندنا قاعدة نحن تقول إن الإنسان إن لم نشغله بالخير سوف يشتغل بالشر. فجمعية شباب مستقبل يعني مشكورتان تعتني بهذه الفئات صراحة، ويعني نقيم دورات رائعة جداً نعلم فيها الأشخاص الجامعيين والجامعيات، بنعطي اليافعين واليافعات من 13 17 سنة، فبنعطيهم تحديد الهدف، بنعطيهم فن التواصل مع الآخرين، بنعطيهم فن الاتيكيت في بعض الأحيان في بعض المحاضرات، بنعطيهم كيف يتغلب على الصعوبات، معوقات النجاح، من هو ما هي الشخصية الناجحة في الحياة، كيف يستطيع أن يتغلب على الأشياء التي صعبة في الحياة، لا لليأس، لا للاستسلام. لا يمكن أن يبقى الإنسان ساقطا إلى سمح الله، إذا وقع مرة لا يبقى واقعا إنما يقف يعني وبعد ذلك يستمر في العمل. وتعرف على شخصية الإنسان من الداخل، نتكلم عن أنظمة التمثيلية، نتكلم عن البرامج العقلية العليا، يعني هي قضية صراحة موجودة في موضوع البرمجة اللغوية العصبية، والقضية المراد فيه هو التحفيز الآخر ويعني إيصاله إلى النجاح بأيسر الطرق، وكيف يستطيع أن يتغلب على المعوقات في طريق النجاح. يعني عن طريق هالدورات أستاذ خالد يعني شو أهم الأهداف اللي عم تركز عليها جمعيتكم؟ هلا مثل ما تفضل أستاذ علي، احنا بمسيرة الجمعية بلشنا بموضوع التأهيل والتدريب، جانا كم كثير من الشباب من العوائل، لأن احتكاكنا بالأزمة نجت كثير حالات مشاكل قصص. هلا احنا ما يقارب عنا 5000 عائلة مهجرة مسجلين، حبينا نستفيد من الكادر البشري كشباب وصبايا وقصص، حبينا نأهلهم يدخلوا على المجتمع بعلم واعي بعلم مثقف. فنحن تناولنا فئة الشباب واشتغلنا عليهم مثل ما تفضل محاور كثير قوية. هلا حكينا بدورة اليافعين بالعطلة الانتصافية، سوينا دورة التفوق البشري للجامعيين للأمهات صناعة الأجيال، تناولنا الشرائح كلياتها حتى ننطلق بعائلة متعلمة مثقفة واعية وخلال هالأزمة. وثمار كثير قطفناها خاصة بهاي السنتين آخر شيء. هلا ما يقارب عنا من فوق 50 متطوعة كانوا عنا بالجمعية تعلموا ودربوا. هلا بيقولوا أساس بتكون شيء خدمة للجمعية في شيء، فهذول مثقفين جامعيين
بكل استعدادهم للجمعية وخدماتها. فنحن بنركز على الشباب بشكل خاص، ونحن هلأ يعني بجمعيتنا جلسات التنمية ما زالت مستمرة، إن كان برمجة لغوية العصبية اختصينا فيها، تصوري هلأ ربات منزل عم يشتغل بموضوع البرمجة وشهادات دولية، هلأ في عنا المستوى التالي حنبلش فيه السبت، يعني أخذوا مستويين دورات شهادات دولية. هلأ عملنا كذا لقاء مع ربات الأسر، قالت اختلفت حياتي 180 درجة. فأنا كنت بالمطبخ طول النهار عم بشتغل مع أولادي عم ربيهم، أخذت شهادات. هلأ في عنا دورات كمبيوتر عم تكون موجودة مجانية في الب... حيكون في عنا هلأ دورات إنجليزي إن شاء الله كمان. وموضوع التنمية البشرية حيكون في تكامل كامل لأي أسرة بتدخل لعنا، إن كانت الأم، إن كان الصبية، إن كان الشاب، إن كان الأب، فالباب مفتوح للكل إن شاء الله. يمكن في مسؤولية عليكم كبيرة، يعني شعار الجمعية لحاله بيحطكم قدام تحدي ومسؤولية كتير كبير بشكل يومي شباب المستقبل، بس فعليا قديش فعلا اليوم التنمية البشرية مهمة بالمجتمع، للنهوض بالمجتمعات ضمن الظروف كمان الحرب اللي عم نعيشها، قديش إلى دور أساسي يمكن فينا نقول؟ يعني احنا يعني اجتنا حالات كثير هلا في توفيق الله عز وجل، انا قلت له مره انه استطعت ان انقذ حالتين من الانتحار من خلال دروس التنميه البشريه. يعني احد الشخصيات طلعت معي على الاذاعه بعض الاذاعات، كان جاي منتهي نهائيا، فكر بالانتحار اكثر من مره، عمره 20 سنه، مغرق على نفسه، عامل عنده ضعف كثير بالبصر، في عين ما بشوف فيه نهائيا، عامل 20 عمليه بعيونه، ووصل لمرحله منتهي، فجابوه على دورة من دورات البرمجة، وأنا عم بعطي تحفيز وانطلاقة بالحياة، الحياة حلوة، الحياة جميلة وكذا وكذا، يعني دروس التنمية البشرية دروس كتير جميلة، يعني فيها نوع من النهوض بالنفس البشرية، وأن يضع يد الإنسان على إمكانياته وعلى طاقاته وعلى قدراته. فأنا بملك هذا الشخص أنه أنت عندك طاقات وإمكانيات وقدرات، أنت حركه شوي. يمكن في ناس بتسمع هذا الحكي بتقول أنه أنا مريت بظروف صعبة، ظروف الحرب، هذا الحكي جميل، بس أنا قديش فعليا فيني طبقه على أرض الواقع بشكل صحيح؟ والله عم يطبق على أرض الواقع، يعني في كثير من الناس هلأ بتكون عم تحاضرة، يمكن عم تحضرنا على الشاشة وعم تقول أنه أنا أعطيك نظري، أنا أعطيك نماذج عملية. هلأ في رح نحكي نموذج آخر بمعية الأستاذ، كأنك كمان عنا جمعية شباب استقبال، هذاك عندي بأحد الجمعيات الأخرى، فبتوفيق الله عز وجل ما قلت له بنهاية الدورة ما انتبهت إلا هو طلق ألقى وحكى عن حاله، بكى جميع الموجودين. طبعا ما معه كان شهادات، قدم سادس كتاب، يعني يكتب حد يكتب له من هي بالدولة، وساعده كتير بالدولة، قدم تاسع ولا عم يقدم بكالوريا، وسميناها قصة نجاح. حالات نجاح يعني ملموسة، يعني ونحن يمكن هلأ بحاجة لكتير قصص نجاح مثل هالحالات، عشان نشجع الآخرين نخليهم يعني يقبضوا على الحياة. يعني قصة اللي كانت معنا أحد المهجرات بجمعية شباب مستقبل، فيعني وجدت نفسها بالشارع هي وأولادها، زوجها بمكان وهي أولادها بمكان، ما استسلمت، استأجرت بيت وبدأت تبحث عن عمل، وصراحة اشتغلت بشغل يمكن الرجال صعب عليهم، النساء هي بعضها هي شو هي؟ تبع هي بتسموها تبع الأشياء والسجاءات تبعتها، اشتغلت وأنجزت وقدمت بكالوريا هي وابنها ونجحت اللي عم يدرس طب. حلو، هي حالة من الحالات اللي احنا نفتخر فيها بجمعية شباب المستقبل، يعني بنتمنى كل نتمنى يعني اكيد يعني كل العالم يلي هن بحاجه لهالرفع من معنوياتهم، من فعاليتهم بالمجتمع اكثر، انه ينتسبوا لهالدورات. رح نحكي اكثر كيف بيقدروا يتواصلوا معكم ينتسبوا لهالدورات. لكن استاذ خالد، كمان اصحاب ذوي الاعاقه كمان لهم حصه عندكم بجمعيتكم، كمان عم تشتغلوا عليهم بشكل كتير جميل، خبرنا اكثر. هلا انا بلشت مع الاحتياجات بعباره عن اجوني تنتين متطوعات هن حنان ورانيا، بوجه لهم تحية، فحضروا دورات صناعة الأجيال للأمهات، 12 موضوع 12 محاضرة مع الأستاذ علي، كيفية تربية الأطفال، عن الطفل العنيد، كيف تكون ناجحة أيتها الأم، فحضروا معنا، هني تنتين جامعيين، فأجوا عندي على المكتب قالوا الأستاذ في عنا فكرة من شان الاحتياجات، في عنا مشروع، في عنا قصص. بلش المشروع عبارة جبنا أمهات الاحتياجات أو القائمين على خدمتهم، بلش عملنا لهم دورة أصحاب الهمم فن التعامل مع الاحتياجات الخاصة. من هون انطلقنا، هذا الاسم السنة الماضية تعرفنا على الاحتياجات بشكل خاص، تعرفنا على الأمهات، بلشت أعتني فيهم، مع أن أهدافي ما بتتخصص مع الاحتياجات. أنا اختصاصي بسنة تنمية المواهب الشبابية، متابعة أي تطور علمي موجود على الأرض، قلت لي عندهم شغل كتير، لقيت عندهم مواهب كتير، بلشنا نعتني فيهم. الآن موجود مع الاحتياجات الخاصة، أنا بسميهم مميزين، عم نعمل لهم دورات محو أمية بالمركز الثقافي أبو برماني، نحن فوق 18، عندنا 50 طالب عم نشتغل عليهم هلأ،
والحمد لله في نتائج مثمرة جدا جدا. ونحن هلا يعني انفتح الموضوع بالنسبة لهدول بحاجة لمكان أكبر، وأنا هلا عم راسل الجهات المعنية بدنا مكان أكبر لأنه العدد كل ما عم يزداد. يعني هدول اللي قاعدين ببيوتهم فوق 18 سنة عنده داون عنده قصص حقه يتعلم قراءة وكتابة، وفي متطوعات وأكفاء عم يشتغلوا على هذا الموضوع. خاصة في بعض الأشخاص يمكن يكون عندهم مواهب لكن أهاليهم يمكن ما كتير يمكن دايرين بالهم على هالموضوع، وللأسف إنه في بعض الأهالي بيخجلوا يعني من أولادهم إنه هن يعني عندهم هيك مشكلة، لكن معكم كل شيء عم يسهل وكل القدرات يعني عم تطلع أكثر وكل المواهب عم تم تنميتها. خبرنا أكثر أستاذ خالد كيف الأهالي اللي اليوم عم بيشوفونا وعندهم يمكن هيك حالات أو بيعرفوا أي حدا يقدروا يتواصلوا معكم وينتسبوا لكم؟ أكيد أنا باب جمعيتنا مفتوح، نحن عم نشتغل مع الاحتياجات على شقين، الإعاقة الذهنية عم نشتغلهم محومية، والإعاقة الحركية عم نعمل لهم دورات برمجة أو دورات تنمية ودورات كمبيوتر مجانية بالبرامج كلها. باب جمعيتنا مفتوح إلى الآن دورات مجانية حتى توظيف فرص عمل، هلا عم يطلع عندي عم نأهله فعم نحاول نوصفه بفرص عمل حتى يعتمد على حاله انه ما يفكر مهمش قاعد ببيتي. وكنتي بالفعاليه كان كثير مواهب ظهرت واغلبيتها من الاحتياجات، انا تفاجات بالفعل انا تفاجات فعلا بيكون في يمكن عندهم قدرات او مواهب موجودة جواتهم بدهم مين يرعاهم يهتم فيهم. قديش مهم هيدا الشيء أستاذ محمد بالتنمية البشرية دمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع، لأنه عم نتفاجأ فعلا بقدرات. يعني في كتير من الأشخاص عنده قدرات يجب تنميتها، ومثل ما قالت أريش في كتير من الناس بيخبوا أولادهم اللي عندهم يمكن إعاقة بيخبوهم عن المجتمع بيخبوهم بالبيت ما بيكون في رعاية كاملة إلهم. لذلك محاضراتنا مع أمهات المميزين أنا أطلقت هذه العبارة بفضل توفيق الله حتى يعني حتى مدير الشؤون الاجتماعي والعمل ونائب الوزيرة فقال عجبه التعريف، انتهينا موضوع الاحتياجات الخاصة أو المعاقين سميناهم ميزين. هذا الله ميزه بشيء يعني أخذ منه شيء ولكن أعطاه أشياء، فممكن نحن نكتشف ذكاء عند هذا الولد. فاشتغلنا عليهم بدورة الأمهات أنه أهم شيء أنه ما تستحي من ابنك، هذا رب العزة وهبك إياه مشان يمتحن فيه صبرك ويمتحن انه مدى قدرتك على استخراج ما عنده من طاقات وامكانيات، شو عنده مواهب وصفي له هالمواهب. يعني احد الحالات عندنا عنده اعاقه حركيه، فتحدد اهله وتحدد اهل زوجها انه هذا ما في منه فائده، لا تعذبي حالك تدفعي مصاري وتروحي وتجي. قالت له لا انا بدي اخليه يمشي ومشي، انا بدي اخليه علمه السباحه، تعلم السباحه، بيعزف عن اورج حلو، شاعر يغني، طلع الأول على المدرسة بالشفهي ما بيقدر يكتب، طلع الأول بالشفهي. يعني دليل أنه الإنسان عنده طاقات قوية جدا، ولكن نحن بدنا نسترجع الطاقات هاي. إذا أنت ما آمنتي بابنك مين بدي آمن فيه؟ يجب استثمار هاي الطاقات، استثمار هذه الطاقات وتوجيهها التوجيه الصحيح. أول واحدة أنا ما بستحي أنه ابني معاق بمشي معه بروح معه وصار ابني مميز باخذه بروح انا وياه اتمشى انا وياه. ثاني وحده انا بوجه ابني التوجيه الصحيح، بساعده سواء كان بالناحيه الصحيه او الناحيه التدريبيه من اجل ان يكون يعني يكون شيء في المجتمع. ممكن أن يكون شاعر مرتب، ممكن يكون يعني عنده موهبه معينه يمكن يفوق فيها اقرانه. اكيد استاذ خالد يمكن الدعم كله وتقديم كله لشباب المستقبل وايضا النهوض فيهم اكثر بالمجتمع وخاصه الاصحاب للمميز مثل ما حضرتكم أطلقتوا، شو الدعم اليوم اللي بتحتاجه جمعيتكم لتقدم هي بدورها كمان الدعم لكل حدا بيحتاجه؟ هلأ طبعا جمعيتنا ما عندها أي تمويل من أي أصحاب الخير أو تاجر أو أي شيء، نحن بحاجة لدعم لجمعيتنا حتى في مشاريع على الأرض كتير كتير كبيرة، إن كان مع المهجرين استثمار الكادر البشري بتوظيف وتدريب وتشغيل أكبر عدد من الشرائح، ونحن مع الاحتياجات الآن بحاجة إلى مكان يتسع لأكبر عدد من الاحتياجات لتأهيل للأمهات أو تأهيل لأفراد. وعنا بدنا يعني أي حد عنده مواصلات أنا برفع صوتي، أي حدا بيدعمنا بالمواصلات، الإعاقة الحركية طبعا بده مواصلات حتى يجي على المركز يتعلم. فنحن موضوع المواصلات كتير شائك إنه ونحن عم نتراسل هلأ، فهذا الدعم بحاجة إلى الآن مشان حتى يعني نكمل مسيرة الاحتياجات. أنا مالي حابب وقف هلأ، أنسي أريج كتير في مراكز عم بتكون مأجورة بأجر غالي، فاللي عنده احتياج ما عم يقدر يدفع شهريا مشان يعلم ابنه. نحن إن شاء الله بيصل لمرحلة ما حدا دفع العائلة ولا فرنك سوري، بكفي عنده احتياج خليه يطلع للمجتمع متعلم، يعني نستثمر طاقاته نقدمه للمجتمع بحلة جديدة. نحن هذا اللي بحاجة. أستاذ خالد قلت في مشاريع يمكن كتير عام تحضروا لها على الأرض، نحن ببداية عام 2018 خلينا نحكي عن خطة عملكم لل 2018 مشاريعكم المستقبلية. تمام. المشاريع اللي هلأ فعلا عم تتنفذ على الأرض. احنا من فتره قصيره معنا موافقه مع التعاون مع المنظمات الدوليه
نحن بنطمح ان شاء الله قريبا بتعاون مع وزاره الشؤون يعني مشكوره رعايتها، فانه يكون في تواصل مع المنظمه الدوليه لفتح مشاريع تنمويه للاسر. نحن طبعا هلا السله تقريبا السله الغذائيه انتهت، عم نحاول نوظف اكبر عدد من العوائل. هلا كان في تعاون مع الهلال الاحمر، انصرف عده خياطه ونجاره لاكثر من 20 عائله بالمشي 3-4 اشهر، خليه تاخذ ماكينه تعتمد وتخيط وتشتغل ببيتها. الاعتماد موضوع باعاده الاعمار، حابين ناهل اكبر عدد من العائلات. فنحن ان شاء الله بهذا التوجه بدنا نشتغل. الدعم هو اللي بده يصير بحالات مستقبليه. نحن معنا ترخيص بمستوصف طبي اخذناه بال 2015 بس لما فتحنا، وحابين نفتح شغله ضمن اهدافنا وتساعدنا مع الاحتياجات، ان شاء الله بدنا دعم فيه، وحابين نفتحه بشكل راقي جدا. الترخيص موجود بال 2015، ان شاء الله هلا قريبا في افكار كثير عم تنطرح على الطريق بدنا نشتغل فيه، واللي بيدعمنا ان شاء الله بيكون يعني بادت خير لكل انسان وصاحب حاجه يجي لعنا. حابين يكون الفائده متكامله بجمعيتنا، ان كان موضوع التنمية، موضوع الإغاثة، موضوع الطبي، فإن شاء الله يعني جمعيتكم بحاجة كمان يمكن أكثر للتشابك أيضا والتشبيك مع وزارات، مع حقيقة جمعيات أخرى، يعني لحتى يصير العمل مشترك أكثر ويصير يتقدم بشكل أقوى يمكن. الحمد لله وآخر سنتين أنسي أريج عملت تشبيك قوي صار مع عدة جمعيات بالموضوع الطبي، حولنا أكثر من عن طريقنا 300 عملية جراحية صارت بموضوع الأنسولين، استفادت أكثر من 50 عائلة بموضوع الأنسولين لمدة 6 أو 7 أشهر ما نقطع عنهم. بموضوع التحاليل والتصاوير، هذا التشبيك اللي تفضلت عليه من سنتين قائمين عليه الحمد لله والامور بخير. ان شاء الله بالايام المستقبلين كان في عمل خاص للجمعيه بتقدر تتبنى هذا الموضوع بشكل كامل. احنا الموضوع الطبي ان شاء الله حابين نتميز، ممكن يكون في معالجه فيزيائيه او اطراف صناعيه لهذا الموضوع، خلينا بالاحتياجات نفيدهم اكبر باكبر قدر ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. استاذ محمد، يعني اليوم شو بتحب توجه كلمه لكل شخص قاعد ببيته، الظروف الحرب مأثرة كثير عليه من كافه المناحي والجوانب، اليوم شو بتوجه كلمه لكل حدا يمكن قادر يطلع من مشكلته؟ اول شيء اقول لا للياس، واذكر كلام سيدنا عيسى عليه السلام، هم يلعنون وانا ابارك. نحن يجب ان نبني، يجب ان نعيد مكاننا من بناء، ونعتمد على هذا الإنسان، والإنسان السوري وإنسان حي، والإنسان السوري وإنسان عنده تفاؤل عنده أمل رغم الأزمة كلياتها. بنلاحظ في ناس نماذج رائعة جدا جدا. أنا بقول لن نستسلم، لا تستسلموا أبدا. الوقوع ليس هو مشكلة، المشكلة أن نبقى على الأرض. يجب أن ننهض مرة ثانية ومرة ثالثة ونبقى في استمرارية حتى نصل إلى القمة إن شاء الله تبارك وتعالى. ويمكن الأزمة قدرات الشباب اليوم، يمكن شفنا كثير من الشباب والجمعيات الشبابية عندها قدرات ومواهب وإمكانيات كثير كبيرة، بس فعليا قديش مهم اليوم التنمية البشرية أو الدعم النفسي بهي الجمعيات، يكون إلى دور أساسي أو لعب أساسي في تهيئة فينا نقول الكوادر، تهيئة الشباب يا سلام بجميع الجوانب، يمكن إننا نقول النفسية، الاجتماعية، المهنية، العملية. هلا هو قضية التدريب والتأهيل خاصة بالتنمية البشرية هو عبارة عن تغيير نظرتنا للحياة. يعني من نظرة تشاؤمية إلى نظرة تفاؤلية، من نظرة فيها يأس إلى نظرة كلها أمل. يقول لي أنت كتير متفائل. نعم أنا متفائل، أشرقت الشمس، أضاء النهار، نحن اليوم في يوم جديد. دعينا من الماضي، أنا عندنا 3 ساعات، ساعة مضت انتهى، وساعة سوف تأتي هي في علم الله. نحن نعيش ساعة أنا الآن، يعني يجب أن أنجز في هذه الساعة الأشياء الجميلة، أتواصل مع الآخر وتعلم، نتعلم كيف نتواصل مع الآخر. مثل ما حكيت شوي نشبك، مو بس نشبك جمعية مع جمعية، بدنا نشبك بإيدينا مع بعضنا البعض حتى يعني نعمل هاللوحة الفنية الرائعة في بلدنا، ونرجع إلى ما كنا عليه من سابق عهدنا من محبة، من تواصل، من إخاء، من عملية يعني النهوض بهذه البلد إلى سدة النجاح وإلى سدة التألق. إذا ضروري التنمية البشرية صراحة، مو بس أنا أقول للشابات واليافعين واليافعات الجامعين والجامعيات، كمان الأمهات، كمان أمهات المعاقين، حتى العجوز اللي قاعدة بالبيت، حتى الطفل الصغير. لأن تعاملنا مع اليافعين واليافعات كان عندهم قدرة هائلة جدا على الموضوع، يعني مثل العجينة كيف ممكن التساوية بتصير، فلقينا في يعني استقبالية رائعة جدا، ولقينا في عملية تغيير رائعة جدا. يعني تغيير السلوكيات عند الولد الصغير أو اليافع أفضل من تغيير السلوك عند الكبير. الكبير ممكن يتغير سلوكه إذا اقتنع،
لذلك نحن نقوم على أساس الحوار الهادئ والحوار الهادف وكيفية إيصال هذه المعلومة بشكل أسلوب رائع جدا. فالطرف المقابل لما عم نحسه عم يتغير معناته هو استجاب إلى ما نحن نتكلم ونريد أن نوصل إليه. هذا الهدف أكيد نعم. الأساسي أستاذ خالد، مثل ما ذكرنا لكل حدا حابب ينضم لكم في يدخل على صفحتكم يمكن على الفيسبوك. تماما. وكيف ممكن يتواصل معكم ايضا؟ احنا ارقام الجمعيه موجوده، فات على الصفحه جمعيه شباب المستقبل الخيريه، اي شيء بدون موجود ارقام تليفوناتنا، اي حدا ممكن يستفيد من دوراتنا الان موجوده المجانيه او دورات التنميه البشريه او دورات اللغه موجوده، فنحن جاهزين ان شاء الله، نحن حنفتتح بالاسبوع القادم ونحن ان شاء الله يعني. مع الشباب لاخر حد ان شاء الله. اكيد بدنا نشكرك الاستاذ خالد اللحام المدير التنفيذي لجمعيه شباب المستقبل، والاستاذ محمد علي برنيه مدرب التنمية البشرية في جمعية شباب المستقبل، نشكركم على وجودكم معنا.